بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي مشاهد قناة أخبار عاجلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية ريت ما ننساش الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر بسبب أزمة الحكام. قرر مجلس إدارة نادي سموحة السكندري الانسحاب بشكل نهائي من كأس مصر، وذلك عبر منشور لرئيس النادي فرج عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكان اجتماع قد عقد منذ قليل لمجلس إدارة سموحة ناقش أزمة رفض اتحاد الكرة جلب حكم أجنبي للمباراة النهائية أمام الزمالك. وكان قد صرح محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة أنه لا ينوي خوض نهائي كأس مصر بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتماد على طاقم حكام مصر للمباراة المقرر إقامتها أمام الزمالك. وطلب نادي سموحة أن يتولى إدارة نهائي كأس مصر طاقم حكام أجنبي، وهو ما رفضه اتحاد الكرة بسبب موقف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام. وقال عامر في تصريحاته لقناة العاصمة الفضائية: لن نخوض نهائي كأس مصر ولن يتوجه اللاعبون إلى الملعب بعد ما حدث من اتحاد الكرة، بالرغم من الموافقة في بداية الأمر على استقدام حكام أجانب. شكرا لك عزيزي المشاهد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.